علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 16 من الباب الثاني. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما حسن عشرته وأدبه، وأما حسن عشرته وأدبه، وأدبه، الواو حرف عطف معطوف، وأدبه معطوف على عشرته، ويجوز أن يعطف على الحسن فيكون مرفوعاً، وأما حسن عشرته وأدبه فيجوز العطف للعشرة على المضاف فيكون مرفوعاً، وعلى المضاف إليه فيكون مجروراً. والعشرة المراد بها المخالطة. نعم. وبسط خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصناف الخلق، وبسط خلقه كذلك مثل عشرته، يجوز فيه الجر والرفع. فبسط خلقه معطوف على الحسن، وبسط خلقه معطوف على المضاف إليه وهو الخلق. فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة، فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة، الفاء واقع في جواب أما، وتقدير الكلام وأما حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وبسطه فهو معلوم لكل أحد، بحيث نعم. قال علي رضي الله عنه في وصفه عليه الصلاة والسلام: كان أوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. أوسع الناس صدرا، يقول بعض شراح الشفاء بأنه وجدها في نسخة بخط المؤلف أجود الناس، والمشهور في كل النسخ أو في أكثرها هو أوسع الناس، والوسع هو الذي يناسب شرح الصدر المنصوص عليه في قول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. وعند بعض أهل العلم المراد بوسع الصدر هو القلب، نظافة القلب وطهارته. وأصدق الناس لهجة، اللهجة هي اللسان، وأصدق الناس لسانا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا في كل ما يخبر به، والصدق هو موافقة الخبر للواقع كما هو معلوم، فكيف يتأتى التفضيل فيه فيقال أصدق؟ قال العلماء: التفضيل في الصدق مع أنه هو مستوى ودرجة واحدة بحسب المواقف، فالإنسان الصادق في موقف معين قد يكون غيره أصدق منه في موقف آخر،
ومن هنا يتأتى التفضيل. ولكن بعض الشراح أيضاً تكلموا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر رضي الله عنه بأنه أصدق من ذي لهجة، فقالوا كيف يكون أبو ذر أصدق من ذي لهجة والنبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس جميعاً؟ قالوا في حق كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي ذر إنما هو يرجع بحسب نظرائه، ونظراؤه هم الصحابة، لا ليس مقارنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وألينهم عريكة. وألينهم عريكة، العريكة هي الطبيعة، واللين هو السهولة، والمراد هو مطاوعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس في عدم التعنيف عليهم وعدم التضييق في معاملتهم. وأكرمهم عشرة. حدثنا أبو الحسن علي بن المشرف الأنماطي. الأنماطي من شيوخ القاضي عياض لكنه مصري، كأنه قابله في رحلته إلى المشرق وأجازه كما ذكر في هذا الحديث بأنه يرويه عنه إجازة لا سماعا. نعم. ما أجازنيه وقرأته على غيره. والأنماطي توفي عام 19 بعد 500. قال حدثنا أبو إسحاق الحبال. أبو إسحاق الحبال من حفاظ الإسكندرية بمصر، وهو متوفى عام 482 للهجرة. حدثنا أبو محمد بن النحاس. ابن النحاس هو المتوفى عام 416، وهو من حفاظ مصر أيضاً، وكان يشتغل بإخراج الدهون من البذور، فيوصف بأنه كان بزاراً. نعم. حدثنا ابن الأعرابي. ابن الأعرابي هو راوي سنن أبي داود، وابن الأعرابي هذا المتوفى عام 430 يكنى بأبي سعيد، هو غير ابن الأعرابي اللغوي المشهور المتوفى قبله. حدثنا أبو داود. أبو داود هو صاحب السنن سليمان بن الأشعث رحمه الله، المتوفى عام 75 بعد 200، وهو يلتبس على بعض طلبة العلم بسليمان بن نجاح، وسليمان بن نجاح هذا أبو داود أيضاً كنيته أبو داود، هو تلميذ أبي عمرو الداني، فهو من علماء القراءات والرسم والضبط كما هو معلوم، يقال رسم الداني ورسم أبي داود. فأبو داود سليمان بن نجاح المتوفى عام 496 غير أبي داود الحافظ صاحب السنن المتوفى عام 275. حدثنا هشام بن مروان ومحمد بن المثنى. هشام بن مروان هو المتوفى عام 249، ومحمد بن المثنى هو المتوفى عام 252. قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم هو الحافظ الكبير صاحب السنن والمغازي وغيرها من عشرات المصنفات، حتى قالوا إن مصنفاته تبلغ 70 مؤلفة، وهو المتوفى عام 195. حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي هو عالم فقيه الشام، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى عام 157. والأوزاعي ولد في بعلبك ونشأ في البقاع، وانتقل إلى بيروت فعاش فيها وتوفي بها، وعرض عليه القضاء فأباه،
وكان رجلا فقيها وعالما مفوها يأخذ العلماء والمقدمون في أهل الفضل بركابه عليه رحمة الله. عرضت عليه من مسائل الأحكام 70,000 مسألة، فوفق في الإجابة عنها. قال: سمعت يحيى ابن أبي كثير. يحيى ابن أبي كثير هو المتوفى عام 129. نعم. يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة. هو المتوفى عام 127. عن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قصة في آخرها، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال سعد: يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب. فأبيت، فقال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. فانصرفت، وفي رواية أخرى: اركب أمامي فصاحب الدابة أولى بمقدمها. قيس بن سعد هو الصحابي المتوفى 60 للهجرة، وأبوه صحابي أيضا، سعد بن عبادة، بل أبوه سعد بن عبادة من أهل العقبة. وقيس بن سعد هذا صحابي أيضا، كان ذكيا وكان في غاية الفطنة، بل يقال عنه إنه كان داهية في استجلاء الأمور وإبداء الأفكار المناسبة لمعالجة المواقف، بل قيل عنه إنه كان بمنزلة الشرطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيس بن سعد هذا يروي عن هذه القصة التي أو الواقعة التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأبوه طرفاً فيها. وخلاصة القصة التي اختصرها المؤلف ولم يذكرها بالتفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن سعد بن عبادة والد قيس ضربه أحد بسيف، ولكنه لم يؤثر فيه ولم يؤذه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره. وهذا من أسلوب تألف قلوب المسلمين من طرف النبي صلى الله عليه وسلم. خرج ليزور سعد بن عبادة، وإذا به يجد في طريقه جماعة من المسلمين جالسين، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. فلما دنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مردفا وراءه أسامة بن زيد، تار شيء من الغبار في المجلس، فقام عبد الله بن أبي بن سلول يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة فيها تحدي وفيها سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام المسلمون للتشاتم، ولا شك أن فيهم بعض المنافقين، فقاموا للتشاتم وربما التواتب على بعضهم، حتى صرف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الوقوع في هذه الفتنة، ومضى في طريقه إلى بيت سعد بن عبادة يزوره. وفي زيارته له وحديثه إليه أخبره بما كان منه في الطريق، بما كان من عبد الله بن أبي في الطريق، فاعتذر سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له بأن الرجل حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجراً المدينة
كان الرجل على أهبة الاستعداد لأن يتوج ملكا فيها، فهذا مما يحقد به على الإسلام وأهله وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. فأخذ بعذره وأراد الانصراف، فدعا سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أسامة بن زيد إلى أن ينصرف بدابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهيأ حمارا له يهديه إليه ليركبه، ووطأ له على ظهر الحمار هذا كساء، وهو ما يسمى بالقطيفة، وهي عادة ما تكون بها شيء من الوبر وشيء من الأهداب، ليجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الحيوان. وأمر ابنه قيسا أن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، ولكن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يظل راكبا وقيس يمشي إلى جواره، فأمره أن يركب فأبى، فقال له انصرف، يعني أبى أن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إلى جواره على رجليه وهو راكب على الدابة. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يجلس أمامه وقال له صاحب الدابة أولى بمقدمها، يعني يجلس هو الأول لا يردف وراء الراكب، وهذا أيضا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب وراء قيس. وقيس هذا وأبوه سعد بن عبادة ممن شهد فتح مكة، وكان سعد يحمل راية قومه، ولكنه حينما دنا مع الجيوش لفتح مكة ومع الكتائب الداخلة إلى مكة صاح: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل فيه الكعبة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته قال له: اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة. وأخذ منه الراية وأعطاها لابنه قيس، وكان قيس رجلاً ذا منزلة عظيمة وذا شخصية محبوبة وله صورة مؤثرة في نفوس رائيه من حسن الخلقة والجمال، حتى قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: قيس يوسف هذه الأمة، لما يبدو عليه من مظاهر الحسن والجمال رضي الله عنهم جميعا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم الناس ويحسن مخالطتهم ويحسن التعامل معهم، ولكنه أيضا من ناحية أخرى كان يحذر، والحذر مما هو مطلوب في المعاملة. وقد مر بنا في أحد فصول هذا الكتاب أنه يقول في المحبة وفي البغض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالقلوب بيدي الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما ينبغي للمسلم أن يحب بإفراط إلى درجة
عدم الاحتفاظ بأسراره لنفسه أو البغض إلى حد الكراهية ومودة القتل وزهق الأرواح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلف قلوب الناس عليه، ولكنه كان يتعامل مع غيره بحذر حتى لا يقع في سوء المعاملة. نعم. من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه. من غير أن يطوي النبي صلى الله عليه وسلم في كل معاملات لأصحابه بشره، والبشر هو البشاشة، بشاشة الوجه. يتفقد أصحابه ويعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. من جلسه أو قربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسته لأصحابه يعني يقبل على جليسه حتى يظن جليسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف غيره أو لا يحسن مقابلة غيره، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجالسة وهذا الحديث لالتفاته إليه وانتباهه واستماعه إلى ما يقول ومتابعته في كلامه ومناقشته إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشعر جليسه بأنه يكاد يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وهذا سلوك لا يحسنه كل إنسان. فما أكثر من نجد من الناس يسلم عليك وهو داخل ولا يلتفت إلى غيرك، حتى إنك لتعجب يعني، وبعض الناس ربما يستوقفه يقبض على يده ولا يتركه ينصرف، ويقول له لما تسلم علي ولا تلتفت إلي. لم يكن هذا من طبع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقبل على جليسه بكل مشاعره وكل إحساسه. أعيد العبارة من فضلك. من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه، يتفقد أصحابه ويعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. من جالسه أو قاربه، قاربه من القرب، صار قريبا منه، يعني التفت إليه بالكلية وانتبه إليه بكل إحساسه وطوعه ولم يمنعه من مواصلة حديثه. وفي عند بعض أهل العلم قاربه إنما هو الفعل قاومه من القيام، والمراد بالقيام أن يقوم له ويقف معه ليستمع إليه، مثل ما يقال جالسه يقال أيضا قاومه. ولكن النسخة المشهورة هي قاربه من القرب. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس يسألون الحاجات، فإن كان عنده أعطى، كما تقدم معنا في الحديث عن كرمه صلى الله عليه وسلم وجوده، وإن لم يكن صرفه بلطيف القول ووعده بأن يمنحه ما حاجته إذا تأتى له ذلك واجتمعت لديه. نعم. وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا. وسع الناس بسطه وخلقه، البسط قد يراد به الانتشار، انتشار الخلق، يعني سماحة خلقه تشمل الناس جميعا، فكلهم يناله من حسن أخلاقه الجم الكثير. والبسط أيضا تعني السرور، وتعني أن يشعر صاحبه بأنه مرتاح إليه وأنه
في غاية الود في مجالسته، وصاروا عنده في الحق سواء. بهذا وصفه ابن أبي هالة قال: وكان ابن أبي هالة هو هند ابن السيدة خديجة رضي الله عنها، وأبوه أبو هالة زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وهند تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي، جاهد مع الإمام علي ومات في غزوة الجمل في موقعة الجمل، وهو كان في غاية الدقة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يوصف بالوصاف. قال: وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب. ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا فحاش ولا عياب ولا عياب ولا مداح ولا مداح. هذه الأوصاف التي وصف بها هند رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم على وزن فعال، عياب، فحاش، سخاب ومداح. سخاب أو صخاب بالصاد بمعنى ذو صوت عال في الأسواق كما تقدم في أحد الفصول، والعياب من العيب، والمداح من المدح والثناء، والفحاش من الفحش. لكن هذه الصفات التي جاءت على وزن فعال لا يراد بها المبالغة، فهذه الصفات هي بمنزلة وما ربك بظلام للعبيد، يعني أريد بها نفي نسبة الفحش والسخب والإعابة والمدح أو مدح الآخرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يكن فحاشاً ولم يكن عياباً في القول للآخرين، ولم يكن سخاباً عالي الصوت يزعج الناس، ولم يكن مداحاً لا لنفسه ولا لغيره. وقالوا هذه الصفات إن حملت على المبالغة فقد يظن أنه ليس بمبالغ في المدح ولا في السخب ولا في الإعابة ولا في الفحش، ولكن قد يكون دون ذلك. قال العلماء: لا، هي بمنزلة قول الله تبارك وتعالى في ذات العلية: وما ربك بظلام للعبيد، يعني ينتفي نسبة الظلم إلى الله، هو وإنما هي من باب النسبة إلى الظلم أصلا، كما تقول فلان حداد نسبة إلى الصناعة التي يصنعها وهي الحدادة، وفلان نجار، وفلان تمار يبيع التمور، وهلم جرا من الأوصاف الكثيرة لأرباب المهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالفحش ولا ينتسب إلى القول من الفحش ولا ينتسب إلى شيء من هذه الأوصاف التي ذكرت، فهي نفي للانتساب إلى هذه الأوصاف وليست لنفي المبالغة، لأن نفي المبالغة قد يعني أن الموصوف متصفاً بالقليل منها، لكن المراد هو نفي الفعل أصلاً. نعم. يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤس منه،
ولا يؤيس منه، يعني لا يجعل الإنسان آيسا من نيل حاجته من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه آية سورة آل عمران، امتدح بها الباري سبحانه وتعالى نبيه من فوق سبع سماوات، فقال جل من قائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الباء للمصاحبة، يعني أنت مصاحب لرحمة من الله سبحانه وتعالى، فبما رحمة من الله لنت لهم، أو لينك مصاحب لرحمة من الله أودعها فيك، والما زائدة فبما رحمة من الله لنت لهم. وتقديم الجار والمجرور هنا قالوا للحصر، بحيث ينحصر المعنى كله في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليناً مع الرحمة في معاملته للناس. فبما رحمة من الله لنت لهم، واللين هنا للمسلمين، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ذا فظاظة، ولم يكن ذا خشونة في المعاملة ولا قاسي القلب، ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن، اقتصر المؤلف على هذا الجزء من الآية، أو على هذه الكلمات من الآية، ويحتمل أن يراد آية سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون. ويحتمل أن يكون المراد آية فصلت: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وشراح الشفاء يرون أن المعنى في حق خلق النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى آية سورة فصلت. وكان يجيب من دعاه ويقبل الهدية ولو كانت كراعا ويكافئ عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من دعاه، وهذا من أدب الإسلام، إجابة دعوة الداعي. إذا دعي الإنسان عليه أن يجيب. وعند بعض أهل العلم الدعوة للوليمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الغني والفقير والكبير والصغير، كل من يدعوه لا يتكبر عليه. فإجابة الدعوة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يتصف بها المسلم. وقد دعيت قبل سنوات إلى وليمة مناسبة، وكنت صائماً الشهر كله، فأجبت دعوة الداعي وذهبت وهنأت واعتذرت عن الطعام لأني صائم. فلقيت إجابة الدعوة هذه عند صاحب الدعوة، وهو من علمائنا ومشايخنا، استحساناً كبيراً، لأنها هي كذلك في التعامل بين المسلمين اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يقبل الهدية، بل كان يقبل حتى ولو كانت كراعاً. والكراع هو ما بين الركبة
وآخر الرجل والقدم أو الخف أو الظلف بالنسبة للحيوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك ولا يرده على صاحبه، فليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم طلب الهدية الفاخرة أو طلب ما لا يقدر عليه صاحب الهدية. فكما يقول الشاعر: إن الهدية على مقدار مهديها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، وفيه لغات كثيرة، وأفصحها ما جاء في القرآن الكريم وهو هذا اللفظ: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، في حق التأدب مع الوالدين. وقط ظرف زمان مبني على الضم، والحديث في رواية البخاري رحمه الله: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وفي رواية مسلم: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. قال شراح الشفاء: المراد هو الجمع بين الصيغتين وبين الحديثين، ممكن، لأن الخلاف في كسور الشهور، لأن أنس رضي الله عنه وأرضاه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين و بعض الشهور، فهذه الشهور من جبرها جعلها سنة فهي 10 سنين، ومن تركها اقتصر على 9 سنين. فهذا التوفيق بين روايتي الإمام البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف في هذا الفصل كما بين في أوله بأنها أحاديث صحاح، ومنها ما رواه البخاري، ومنها ما رواه البخاري ومسلم، ومنها ما رواه الإمام أحمد، ومنها ما رواه أصحاب السنة الأربعة: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. فهي في درجة الصحيح والحسن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال لبيك. لبيك يعني إجابة لك أيها الداعي. حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أمنا السيدة عائشة، إذا دعت إحداهن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يجيب نداءها ويأتيها ويعرف حاجتها ويلبي ما يقدر عليه. ولفظ لبيك هذا هو الذي أدبه به ربه، فهو لفظ التلبية الذي يلبي به الحاج ربه، ويصدق على النبي صلى الله عليه وسلم في تعبيره بلبيك قوله: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم. وقال جرير بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم. جرير بن عبد الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أهل اليمن، مقدماً في قومه، جاء في السنة 10 للنبي صلى الله عليه وسلم، وقربه النبي صلى الله عليه وسلم
وأحسن مقابلته، وكان كلما لقيه تبسم له، وكان يعامله في بغاية اللطف، يعلي قدره لما له من مكانة بين أهله في اليمن. فعبر عن هذا الواقع الذي عاشه في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فهو تعبير عن حسن معاملة هو طرف فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والتبسم هو إظهار أسنان الإنسان، فإذا ما زاد في التبسم تحول إلى ضحك، فإذا ما صدر الصوت مع الضحك تحول إلى قهقهة. فالتبسم هو إبداء بعض الأسنان كالثنايا والرباعيات، ثم يزداد التبسم حتى يتحول إلى ضحك، ثم يصدر معه الصوت، يصاحبه الصوت، فيكون عندئذ قهقهة. نعم. وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره. هذا من حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأولادهم، يمازحهم ولا يقول إلا حقا كما هو معلوم، ويضاحكهم ويحادثهم ويحادثون، وربما استوقف بعض أولادهم وحادثهم، أو ربما أخذ الصغير منهم ووضعه في حجره تلطفا له وإعلاء لمنزلة أبويه، وإشعار لهم بأنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم بمكان. ومما يروى عن أنس رضي الله عنه وارضاه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، أنه كان يرسله ولكنه كان يغفل عما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، فيلقى الأطفال فيلعب معهم، فحينما يتأخر عنه يخرج له فيجده يلعب مع الأطفال، فيمسك به من مؤخرته، من عنقه ومن رقبته، وهو يقول يا أنيس يا أنيس، يعني يداعبه بهذا التصغير، ولا يسخط عليه ولا يكلمه بكلام فيه إساءة لمشاعره. فلو تعلمنا أداب التربية الإسلامية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلناها تطبيقاً عملياً في حياتنا لأولادنا، ما كنا بحاجة إلى أن نرميهم في ثقافات غيرنا من الأمم، يخلطون الحابل بالنابل ويتربون على عادات وأخلاق ليست من الإسلام في شيء. ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذر. قال أنس ما التقم أحد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يأتي من الناس من يريد أن يحادثه سراً مخافتة، أو كما يقولون اليوم وشوشة، فلا يمتنع من ذلك، يدني الرجل رأسه من أذن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدني فمه من أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فيظل مصغياً له يحادثه ويعلم مراده وحاجته. وعبر أنس رضي الله عنه بالتقام أذن النبي صلى الله عليه وسلم، والالتقام هو الأكل والبلع، وليس المراد المعنى الحقيقي، وإنما هو المعنى المجازي، فهو من باب الاستعارة. التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدنى رأسه وأدنى فمه منها
بحيث كأنه يجعلها في فيه، فهذا من باب الاستعارة، التعبير بالالتقام، ليس المراد به الحقيقة وضع الأذن في الفم، وإنما هو من باب المجاز والاستعارة التصريحية، لأنه صرح بالمشبه به وهو الالتقام، والمراد هو إدناء فمه من أذن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخذ، ويصافحه أحد الناس فلا يرخي يده ولا يقبضها من يد المصافح له حتى يترك الآخر المصافحة، وهذا فيه إشعار بأهمية اللقاء والمقابلة لهذا المصافح. وسميت المصافحة مصافحة بوضع صفحة اليد وكفها في صفحة اليد الأخرى، هذا معنى المصافحة مأخوذ من هذا العمل، وهو إلقاء صفحة اليد أو الكف في صفحة اليد الأخرى. ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له، إدناء الركبتين لم يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الوصف له، ومن باب أولى يعني أنه لم يكن يمد رجليه، وسيأتي القول في أنه ما كان يمد رجليه صلى الله عليه وسلم ليضيق المجلس على الحاضرين، وكأن هذا من باب التأدب بما أمر به في القرآن الكريم في سورة المجادلة في أدب المجلس، في سورة المجادلة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. فيعني الافساح في المجلس مطلوب بحيث يشمل كل من يأتي ويحضر فيما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضيق المجلس بمد ركبتي رجليه أو بتني ركبتيه. نعم. وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة، لم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما على أحد. يكرم من يدخل عليه، وربما بسط له ثوبه، ويؤثره بالوسادة التي تحته، ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى. النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه زائرا يكرمه، ويكرمه بأن يطرح له رداءه أو ثوبه ليجلس عليها، لأن الناس في ذلك الوقت لم يكونوا يجلسون على البسط التي نراها اليوم في مجالسنا، وإنما كانوا يجلسون على الحصر وربما على الأرض مباشرة أحياناً. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إكباراً لزائره وضيفه يطرح له عباءته ليجلسه عليها، وأحياناً يلقي له الوسادة وهي المخدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والناس يجلسون على الوسائد، هذه الفرش المستعملة اليوم بشكل واسع، تجد البيت الفسيح أو الحجرة الواسعة كلها يعني من جميع أطرافها تفترش فيها الفرش، لم يكن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو من الحال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له وسادة يلقيها إلى ضيفه أو زائره ليجلسه عليها إكراماً له. وقد ورد في بعض كتب اللغة، ولعله الصاحب في فقه اللغة، في لغة حمير وهي وثب بمعنى جلس لا بمعنى قفز، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه زائر فوثبه وسادة،
ومعنى وثبه وسادة أي جعله يجلس عليها بلغة حمير، لأن جلس عند حمير، وثب عند حمير بمعنى جلس، ووثب عند الحجازيين بمعنى قفز. والقصة المشهورة للرجل الذي قيل له تب وهو على أعلى الجبل، اعتقاداً منهم أنه يفهم ما يقولون، وقد طلبوا منه الجلوس فقفز من أعلى الجبل ظناً منه أنه أمر بالوثوب، فوثب عند الحجازيين بمعنى قفز، وعند اليمنيين بمعنى جلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوثب الزائر وسادة يعني يجلسه عليها. نعم. يكني أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم. يكني أصحابه يناديهم بكناهم، فكن علي رضي الله عنه وأرضاه بقوله أبا تراب، وكن عبد الرحمن بن صخر بقوله أبا هريرة، ويكني أم سلمة بكنيتها أم سلمة وهلم جرا، وربما يناديهم بأسمائهم إن كانت محببة لديهم، لكن لا يستعمل الألقاب السيئة التي تدل على معنى لا يستحسنه صاحبه، وهذا تأدبا بأدب القرآن الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه في استعمال الاسم السيء: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نعم. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوز فيقطعه بنهي أو قيام. إذا استمع النبي صلى الله عليه وسلم لمحدثه يظل مستمعا له مستغرقا في الاستماع، قال المؤلف: إلا إذا تجوز، يعني تعدى إلى موضوع آخر أو خرج عن أدب الحديث، فعندئذ أو دعت الحاجة إلى القيام فيقطع عليه حديثه، وإلا فهو يستمع إليه ويكلمه ويرد عليه. نعم. ويروى بانتهاء أو قيام، يعني بنهي وقيام أو بانتهاء وقيام. نعم. روي أنه كان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وسأله عن حاجته، فإذا فرغ عاد إلى صلاته، وكان أكثر الناس تبسماً وأطيبهم نفساً ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب. ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية البشر وفي غاية حسن الخلق والانشراح مع أصحابه، لكن إذا نزل عليه القرآن فعندئذ لا شك أنه ينشغل بسماع الوحي ويظل يتصبب عرقا، ولتقل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام ولمتابعة الوحي حتى يفرغ منه، ثم بعد ذلك يتلو على أصحابه ما نزل عليه من القرآن ويأمرهم ويحفظهم إياه ويأمرهم بكتابته في المواضع التي تكون منها هذه الآيات، يقول لهم اكتبوها في موضعها بعد الآية كذا من سورة كذا. وإلا إذا قام يعظ الناس فإن مقام الوعظ لا شك يتطلب التحمس لموضوع الواعظ وعدم الانشغال عنه الكلام الذي لا معنى له، فهو يشدد في وعظه وكأنه يعني يرى جيشاً مقبلاً على الأمة. وكذلك إذا قام يخطب، قالوا في وصف عليه الصلاة والسلام تحمر عيناه وتقوى لهجته وينادي الحاضرين ويسمعهم صوته بحيث يكون له تأثير في نفوسهم، وهذا هو شأن كل خطيب حينما يقف واعظاً وخطيباً يعلم الناس ويعظهم
يخبرهم ويوجههم وينصحهم ويهديهم، لا شك أنه ينبغي أن يظهر التحمس لموضوعه والقناعة به حتى يؤدي رسالته كأحسن ما يكون الأداء. نعم. وقال عبد الله بن الحارث، عبد الله بن الحارث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عام 85 أو 87. نعم. ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس كان خدم المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤت بآنية إلا غمس يده فيها، وربما كان ذلك في الغداة الباردة يريدون به التبرك. انتهى الفصل. الآنية جمع إناء، وجمع الجمع الأواني، والإناء هو الوعاء الذي يكون فيه الماء. وأهل المدينة في الغداة الباردة بعد الصلاة، صلاة الفجر، ينصرفون للإتيان بالمياه من الآبار، فيمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ليغمس يده فيها، وهذا طلباً لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند بعض أهل العلم أن هذا أيضاً يرجى من طرف أهل العلم والصلاح وذوي التقوى، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا.